اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. كيف؟ وكذب به كليا. طيب سؤال، إذا إنسان راكب طائرة أراد أن يهبط منها وهي في أعالي الجو، طبعا بمظلة، هو قال لا لا ما في حاجة لمظلة، هذا قانون السقوط أنا لست مؤمنا به، أنا كافر به، خرافة هذا. فألقى بنفسه، لما كذب بقانون السقوط عطلوا نافذ فيه. صدقت به أم لم تصدق؟ أكبرته أم احتقرته؟ سيان، القانون نافذ فيك، بينزل ميت. فإذا أنت كذبت القرآن قوانينه سارية عليك. ومن أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هو كذب بهذا القرآن بأكمله، قال هذا ليس كلام الله، ماشي، وانكب على الدنيا وأم نجح، صار يحمل اسم كبير أو يجمع ثروة طائلة. هي أنا كذبت وأنا غني، بس وضعك جاء في القرآن. ومن أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. بيقول لك يا أخي هي أوروبا، لك للقمر وصلوا، يعني صنعوا آلات كالمعجزات، طائرة 860 راكب كأنها فندق، كل شيء فيها، تحلق على ارتفاع 50,000 قدم، رفاه الأرض فيها كل. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. هو كذب لكن وضعه بالقرآن موجود، يعني الله عز وجل قال كلاً نمد، قبل ما الآية الأولى، ومن أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. اطلب الدنيا تنالها، لكن وما لك في الآخرة من خلاق. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات.